Thank you, Foreign Minister. شكرا السيد وزير خارجية مصر السيد شكري والسيد وزير خارجية النرويج السيد بريندي السادة الوزراء المؤقرين السادة السفراء سيداتي سادتي أود بادئ ذي بدء أن أتقدم بالشكر لصاحب السعادة الرئيس السيسي رئيس مصر للمبادرة لعقد هذا التجمع البالغ الأهمية في هذه الأونة. أن مصر قد ساعدت في وضع الأسس لما نأمل أن يكون وقف إطلاق نار دائم والذي يجب أن يتم تعزيزه على نحو أكبر. شكرا السيد وزير خارجية مصر شكري لقيادتكم المستمرة والتزامكم المستمر ليس في فحسب للمفاوضات ما بين مصر وبين فلسطين وإسرائيل ولكن في المنطقة. وأشكر وزير خارجية النرويج بريندي لقيادة بلاده والتزامها من أجل السلام الدائم في الشرق الأوسط. أصحاب السعادة سيداتي سادتي نحن هنا لكي نظهر تضامننا. نحن هنا لكي نقف مع شعب غزة التي تحملت الصيف الفظيع من المعاناة. وأود أن أنقل إلى تعزية القلبية لكل هؤلاء الذين فقدوا أحبائهم بطريقة مأساوية خلال النزاع الذي استمر 51 يوما. أنني أوجه أفكاري أيضا للكثير من الجرحى والمشردين وباسم كل هؤلاء علينا أن نعمل. في 2009 فإن المجتمع الدولي اجتمع في شرم الشيخ وذلك عقب التدمير الكبير الآخر الذي تم في غزة وتعهدنا بالدعم وأعربنا عن التزامنا وإننا أيضا قررنا إعادة البناء. ولكن مرة أخرى نحن مجتمعون أن دورة البناء والتدمير ما زالت مستمرة وأصبحت أسوأ. أكثر من 2100 فلسطينية قتلوا في الحروب الأخيرة وأكثر من 70 إسرائيلية أيضا. وجد حوالي ثلث سكان غزة شردوا من منازلهم والعديد منهم ليس لديهم أي منازل يعودوا إليها. المناطق بأكملها وضعت تحت التهديد. البنية الأساسية العامة قد أزيلت. الإغلاق الكهربائي استمر لمدة 24 ساعة وأكثر. الكثير من السكان لا يستطيعوا أن يحصلوا على الماء والكهرباء. الآلاف من المدارس والعيادات قد دمرت. المنشآت التابعة للأمم المتحدة والمرافق التابعة لها التي كانت تأوى الكثير من النساء والأطفال دمرت وضحايا كثير وقعت. كثير من العاملين في الأمم المتحدة وجدوا أو قتلوا في هذه النزاعات. هناك قذائف غير تمييزية كانت تطلق من غزة على الجانب الآخر بما أدى إلى كثير من المعاناة والأضرار الكبيرة لا يمكن قياسها وهي أمر إداري مدمر. الجانبين وبصفة خاصة الأطفال قد عانوا من المأساة النفسية. الكثير من أهل غزة شاهدوا أكثر من 3 حروب حتى الآن. والأمم المتحدة والشركاء الدوليين قد عملوا سويا مع السلطات الفلسطينية لمعالجة الأوليات الأولى الملحة للشعب غزة. كل ذلك صعب والوقت قصير ولكي نستجيب بطريقة فعالة فإن المجتمع الدولي قد عملوا مع الحكومة الفلسطينية وذلك لوضع حد لهذه الأزمة والخوف. أن خطة الدعم للأمم المتحدة لأجل تحويل غزة يبلغ 1.2 بليون دولار
لإعادة البناء فقط وجهود مماثلة. هذه المبادرات تستحق الدعم السخي من جانب الدول الأعضاء. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، في نهاية المطاف فإن إعادة البناء الناجحة لغزة أمر يتطلب الأساسي القوي، وإنني وأتشجع بالتوافق الذي تم التوصل إليه في القاهرة في 25 من سبتمبر، وأحث كافة الأطراف المعنية أن تتأكد من أن في هذه المرة الأعمال تصحب الكلمات، والأمم المتحدة سوف تستمر في دعم التوافق الدولي الحكومي، بينما تقوم هذه الحكومة بوظائفها لمواجهة الاحتياجات الملحة الضرورية من أجل إعادة البناء. ومن الضروري أن يكون دعمنا وأن يكون للنظام للاجئين وغير اللاجئين في نفس الوقت. أنني أرحب بالاتفاقية الثلاثية المؤقتة التي توصلت إليها الأمم المتحدة للسعي لإيجاد إدخال مواد البناء إلى غزة، وأتشجع حكومة الوحدة التاريخية الفلسطينية التي تجتمع في غزة والتي يقودها صاحب السعادة السيد حمد الله. إن رسالتي لكافة الأطراف واضحة. أولا، النهوض ببيئة تؤدي إلى السلام، التفاهم المشترك والاحترام لحقوق الإنسان. ذلك يجب أن يتضمن عدم الانتهاك المحتمل لأي قوانين دولية إنسانية من كافة الأطراف في النزاع. ثانيا، الاستفادة من كافة الفرص التي تأتي من محادثة القاهرة، تقوية وقف إطلاق النار الحاسم والضروري من أجل محادثات السلام. رابعا، عدم اتخاذ أي أعمال ثنائية تفاقم من التوتر والأسف. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، أن غزة ما زالت موقع التوتر. الشعب يجب أن يجد بعض السلام في حياته اليومية. القيادات في الجانبين عليهم أن يتغلبوا ويتخطوا خلافاتهم، وأن يتسموا بالشجاعة والرؤية الحسنة من أجل إنهاء النزاع إلى الأبد. أنني أرحب بإنفاذ إيجاد الموارد والأموال في قطاع غزة، وذلك من أجل إعادة البناء. ولكن علينا ألا ننسى الأسباب الأساسية للاعتداءات الأخيرة، هي الاحتلال. الاحتلال الذي ظل لأكثر من نصف قرن، الإنكار المستمر للحقوق الفلسطينية، وعدم وجود أي تقدم ملموس في محادثات السلام. إنني أناشد كافة الأطراف لكي تجتمع لكي تضع مسلك واضح من أجل السلام الدائم والعادل، بما في ذلك الرفع الكامل للحظر وضمان الشرعية ومواجهة كافة الشبكة الخاصة بالشرعية، وإقامة دولتين يعيشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن. إذا أعود إلى الوضع الحالي، ليس هو الخيار الحالي، حان الوقت للتحول والتغير التحويلي. إنني أحثكم جميعا أن يتقدموا بسخاء للسماح لتنفيذ هذا العمل الهام. لا أود من يخلفني أو من يخلفكم أن يعقدوا المؤتمرات مثل مؤتمر اليوم في هذه القاعة. وما الذي نسعى إليه؟ أن نبني وندمر، ونتوقع المجتمع الدولي أن يوافق على ذلك. الأطراف في النزاع عليهم أن يتوصل إلى القرارات الصعبة والهامة للسماح بمستقبل أفضل. فلنقوم بواجبنا كل منا، فلنلتزم من أن نجعل هذا المؤتمر الأكثر نجاحا من أجل إعادة غزة، وليكون ذلك آخر المؤتمرات. وأشكركم على قيادتكم لهذا.